طيب دلوقتي بعد ما شفنا الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، معانا مجموعة من الأخبار المتعلقة في المحافظات، وهي أخبار حدثت أمس في المحافظات المختلفة. يمكن من أهم الأحداث اللي حصلت سواء كانت في الإسماعيلية أو بورسعيد، كمان في بني سويف وأسوان، ده غير إن في كمان أخبار بتهم أهلنا في قنا وكل مريدين مولد سيدي عبد الرحمن القناوي. بمناسبة العيد القومي في محافظة بني سويف، تم امبارح افتتاح مشروع الكورنيش والممشى السياحي على النيل بطول 1500 متر بعد تطويره بتكلفة 200 مليون جنيه، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل. وزي ما حصل في مشروع ممشى أهل مصر اللي بيعتبر من أهم المشروعات اللي بتستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكان اللائقة. في الإسماعيلية تم امبارح تنظيم حملات توعوية صحية ووقائية للعاملين بالفنادق اللي بتستضيف المشاركين في الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، واللي هينطلق بكرة وهيستمر لحد يوم 23 مارس. من الإسماعيلية نروح لبورسعيد. اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن إن محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوت الجديد هتستقبل 500 رأس ماشية، وده ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم وتوفير كيلو اللحم البلدي بالمنافذ التابعة للمحافظة بأسعار تتراوح ما بين 105 ل 120 جنيه. في قنا مفيش السنة دي احتفال بمولد السيد عبد الرحيم القناوي داخل المسجد، وده وفقاً لتصريحات وزارة الأوقاف، وده للسنة الثالثة على التوالي عشان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرار بصرف مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين، وده تحفيز ليهم وتقدير من الجامعة على الجهد اللي قدموه في الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والالتزام بسير العمل بالجامعة. في أسوان أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في عدد المشروعات، واللي وصلت ل 1048 مشروع باعتمادات مالية وصلت ل 21 مليار و 291 مليون جنيه. كمان امبارح جامعة طنطا نظمت احتفالية كبرى بمناسبة إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة قادرون باختلاف للجامعات بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. في أسيوط تم امبارح إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية ومرض حمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده طبعاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادتها.